الصديق ديالي الرئيس حميد مشانق ماشي حوت، تابع الفيديو النهاية، ما تنساوش الاشتراك ولايك الفيديو باش توصلوا بجديد القناة. ورا شو هز 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 وخير مولانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما وعدناكم في فيديو سابق وصلنا الحمد لله لقرية الصيادين إمسوان، كان شويه ديال الارهاق والتعب السفر. خرجنا تقريبا مع شي 11 الصباح، وصلنا مع المغرب ان شاء الله. هذا هو المصيد اللي غادي نصيدوا فيه. انا مازال غادي نهبط الماتيريال، مازال كاينه شويه ديال التمارة كيف ما كتشوفوا، راه هي الطريق الهابطه للمصيد، كاين شويه ديال الثقل. هبطة هي هادي، مازال غادي نهبطو مع ديك الدورة، وكاين واحد الدروج لتحت تقريبا شي 150 متر ديال الدروج، هابطين حتى لتحت ديال البلاج. الإخوان الهبطة اللي قلت لكم صعيبة، هي هز تقل مي هز هاد الشبيد، كنصور باليد الأخرى. هاد الناس الله يجازيهم بخير، يعني اللي صايبوا هاد الطريق هادي صايبوها بالسيما، الله يرحم ليهم الوالدين. يكون ما كانش هاد الطريق بالسيما هادي حتى واحد ما غادي يقدر يهبط لهاد البلاصة. ها هادي هي البلاصة اللي هبطنا منها كما كتشوفوا، بداية ديال الدروج هنا، مازال هابطين حتى لتحت. صديق ديالي هو مشي يصيد، مشي قاد لك صيبه ديالو، انا ان شاء الله غادي نقاد لا طونت، نقاد في هاد البلاصه يعني في تحت ديال الدروج. هاد المكان يعني مأمن دافي، ما كاين لا برد لا والو. واش كان الرئيس؟ ورا شو هز 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 وخير مولانا. ترى هي تشوف الرئيس حنبل، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اخيرات اسم امسوان تبارك الله. ها انتو الاخوان، ها انتو الاخوان، تبارك الله تبارك الله، شوف تبارك الله. هانتو الاخوان، عصيرة ديال صديق ديالي.
قلتيني يا الرئيس. وين الرئيس؟ حميد. وحميد. باش ما يكونش فيديو طويل غادي نحبس غادي نكمل تنصيب الخيمه ان شاء الله ملي نسالي نعطيكم الشكل النهائي. كما قلت لكم قبيله باش نطول عليكم الفيديو لاطون ديالنا واجده نمشيو نشوفوها من الداخل كي دايره. سوال صديق ديالك يا صيد، المصيد غير قدامك ما بعيدش. خذ اسم محمد. ها محمد. ها 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 الحوت الغليظ راه ما كاينش داكشي ديال السوق ماشي سونتر ماشي سونتر. صافي بارك عليك بارك عليك.